غلطات طبعا. انا بحكي عن السياسات في كثير من السياسات ظالمه، يعني من الانظمه، سواء الانظمه العربيه او الانظمه الغربيه، في كثير ازدواجيه بالقضايا اللي بتخص الفلسطينيين بالذات. فهمت علي؟ يعني مثلا باوكرانيا كلهم متعاطفين مع الشعب الاوكراني، وانا كمان متعاطف مع الشعب الاوكراني، ولكن لما يجي الامر لفلسطين وقضيه فلسطين فيش عدالة. يعني هناك حرام وهنا مش حرام، يعني هناك ممنوع وهنا مسموح. احنا العباد اللي بنشوفه بغزه اطفال، اكثر من 15,000 طفل وامراه، يعني الضحايا بغزه 70% منهم اطفال ونساء. هل هدول ارهابيين؟ هل المستشفيات، المدارس، وكاله الغوث، الانوروا، المؤسسات الدوليه